هكذا شهر بيير فتوشي المسدس في وجه فريق الجديد. لا قمت زلفان بالإيه، أنا مشهور بالبويز. سلام يلتقي أولاند السلاح الفرنسي قريبا في لبنان. قريبا جدا إن شاء الله ستبدأ فرنسا بالتحضير لتسليمنا ما نحتاج إليه، ما يحتاج إليه الجيش اللبناني من أسلحة. في الخاص أمام حمادي خياران. فهل يعقل أن حزب الله هو الذي أدخل معلومات لاتهام نفسه بنفسه؟ وهذا حتما غير صحيح. في النشرة المجارير تسقي مزروعات الكسليك وجونية. دايرين مية المجارير كلها تبع ذوق كيل عانية الراية. انتفاضة أبو عين في الضفة. الخير. بوغدانوف عاد إلى لبنان بعد سوريا. أسلحة المليارات الثلاثة تعود إلى السعودية للبرمجة والتدقيق. الموقوفون في قضية فتوش الجديد عادوا إلى منازلهم. فلا الموفد الروسي اتضحت أسباب جولته الثانية، ولا الجيش اللبناني سيتزود سلاحه قريبا، ولا كأن وزير الصحة قد أغفل وأنذر. أما زحلي فيبدو أن فتوشها مربى الأسود، واعتداءه على فريق قناة الجديد سيمر كشرب التمديد بعد تواطؤ من قضاء محلي وقدر سياسي محلي وأقليمي. يدعم أسمنته بعد كساراته الضاربة في سلسلة جبال لبنان. غدا ستسجل الدعوى ضد مجهول، وسنجد أن البحث والتحري عن الفاعل قد توقف بفعل فاعل، وأن مفارز زحل والبقاع وفصائلها الأمنية قد تعذر عليها إبلاغ المعتدي، ولن يجد القضاء أي رابط بين المرتكبين والرأس المدبر بيير فتوش. أما شقيقه فحصانته منه فيه من أعلى رأسه السياسي إلى أسفل بناه الإسمنتية. والجديد يحفظ دروس القضاء الذي لم يتخذ قرارا واحدا يرفع فيه شأن الإعلام ويحفزه على مزيد من ضرب بيوت الفساد والاستمراره في العمل الاستقصائي حيث تخفق الحكومات وتتراجع القرارات. هذه الجمارك مثالا، والمعتدون فيها ما زالوا في مناصبهم وقد يمنحون أوسمة على نهبهم المرفق العام، ولوائح تحالف القضاء مع السلطات السياسية والحزبية أكثر من أن تتسع لها سطور. خطر الحصانات السياسية استشعره وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يبدو أنه عزم على الملاحقة بلا هوادة، وهو سحب الملف من النيابة العامة في زحل ووضعه في تصرف شعبة المعلومات بعد تنسيق مع وزير العدل أشرف ريفي. وعلق المشنوق للجديد على قرار إخلاء سبيل الموقوفين في القضية بالقول: يبدو أن النيابة العامة أخذت راحتها بإخلاءات السبيل. عندما رفع السيد بيير فتوش مسدسه بوجه فريق الجديد في اليوم الأول من التحقيق اعتقدناها مسحة ولم نبث المشهد، لكن المزاح كان تهديدا. تحقيق يمنى فواز. والتي تسبب أمراضا سرطانية لأهالي المنطقة. وعلى ما يبدو هذا الملف مدعوم ليس من آل فتوش وحسب، وإنما من جهات النافذة داخل لبنان وخارجه. اليوم الأول مقابلة مع بيير فتوش صاحب شركة التطوير والتعمير شين ميم لام. حرصنا بداية على لقاء صاحب الشأن الذي ينوي إنشاء المعمل،
في أثناء إجراء المقابلة مع فتوش بين الأخذ والرد ومناقشة التراخيص، وبعدما يأس من إقناعنا وإلزامنا أسئلة محددة إليكم ماذا فعل وما كان مفترضاً على سبيل المزاح. أنا مشهور بالأويلز. أنا مشهور بالأويلز. خلينا نبلش هون. إنه هذا نبلش أول سؤال. هل حصلتم على موافقة البلدية؟ نعم حصلنا، وهي الموافقة. خلينا تشرح معي. هلكني؟ عم تسمعني قبل ما اقول، عم بتتغداني قبل ما تحكي. لا لا لا، خدتش الفهد بالايه كثير. انا مشهور بالاويلز. لكن شو بالبلديه اللي شو قالوا؟ انه عم بتراجعوا؟ شايد السلاح. يبوا من قدامك. خفتي؟ لا. لا شو بدي خوف؟ أخذناها بداية بحسن النية، مع أن مثل هذه المزحة أخفتنا، فتواصلنا مباشرة عبر الرسائل النصية مع إدارة الجديد التي طلبت إلينا بدورها الإسراع في الخروج من المكتب، ليتبين لاحقاً أن هذه المزحة السمجة ليست سوى تهديد تحول إلى فعل، وصدق قوله. أنا مشهور بالأويلز. لكن أنا مشهور بالأويلز. اليوم الثاني، الذهاب إلى الموقع حوش الأمراء زحلة، حادثة الاعتداء، وسنعرض لقطات من كاميرات المراقبة التي استطعنا الحصول على نسخ منها في موقع باحة المطبعة، التي تظهر العصابة المسلحة المعتدية التابعة لبيير ونؤولا فتوش التي لا يقل عددها عن 20 مسلحاً، بحضور وليد الأصوف أحد المديرين العاملين لدى آل فتوش كما عرف لنا بنفسه، وهو الشاهد والمحرك كما تظهره الكاميرا. بدأ الهجوم المسلح والاعتداء بالضرب، وفي هذه الأثناء كان الأصوف يتوجه إلينا مع مرافقه مشرفاً على الاعتداء. كان الاعتداء لا يزال مستمراً، وكنا نناشده التدخل لوقفه، إلا أنه وكما يظهر في كاميرا المراقبة لم يبالي وأكمل اتصاله وترك مرافقه مع المسلحين. توجهت إحدى السيارات المسلحة إلى الباحة وسبقها مسلحون آخرون، وهنا كان دور الاعتداء على صاحب المطبعة نؤولا قرعوني، كما شمل الاعتداء عضو البلدية سمير ملو. أما هذا الجيب الزيتي اللون من نوع تويوتا ورقم لوحته 109809 رمز زين، فهو تابع للنائب الممدد لنفسه نؤولا فتوش، ليتضح لاحقاً أن لمرافقيه الأمنيين حصة في الإرهاب. وبحسب محاضر التحقيقات التي حصلت عليها الجديد، عرف 8 أسماء من المعتدين، واللافت أن بينهم العريف في قوى الأمن الداخلي شادي دياب فريحة، وهو مفصول في تصرف النائب الممدد لنفسه نؤولا فتوش. وقد استطاعت قوة ضاربة في شعبة المعلومات توقيف 5 أشخاص، فيما لا يزال هناك 3 فارين. غير أن المفاجأة كانت لدى القضاء الذي على ما يبدو يخضع لتهديدات، حيث استنسب المدعي العام في البقاع فريد كلاس إخلاء سبيل 4 منهم في وقت زمني لا يتعدى 24 ساعة، وهم متهمون في جرم محاولة القتل، ليصار بعد إجراء محادثات بعد كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي إلى سحب الملف من النيابة العامة في زحلة وتحويله إلى شعبة المعلومات للتحقيق فيه. وهذا على ما يبدو يعيدنا إلى قضايا سابقة لم يسلك فيها القضاء طريق الحق، وهذا ما يطرح مخاوفنا مجدداً من ضغوط على القضاء لتوفير غطاء للممارسات الإرهابية والميليشياوية. الرئيس تمام سلام يؤكد أن الملف الأمني كان أبرز ما بحث فيه والمسؤولين الفرنسيين، ويشير بعيد لقائه أولاند في قصر الإليزي إلى أن الرئيس الفرنسي أصدر تعليماته لتزويد الجيش اللبناني كل ما يحتاج إليه من سلاح وعتاد. تقرير من باريس للزميل جاد غصن. علاقة رئيس الحكومة تمام سلام مع الظروف الاستثنائية شائكة، فهي التي أتت به رئيسا للحكومة وهي التي تهدد حكومته، كما أنها في الوقت عينه ما يطيل بعمرها. الوجهة صباح الجمعة إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، غير أن الظروف الاستثنائية استدعت دخوله من المدخل الخلفي بسبب وضع شجرة الميلاد عند المدخل الرئيسي.
وسط التيارات الباردة، وصل رئيس الحكومة ليلاقيه هولاند عند المدخل. دام اللقاء لنحو نصف ساعة فيما انتظر الصحفيون في غرفة خاصة قبل أن يخرج سلام ومظلة فرنسية تقيه مطر الظروف الاستثنائية. الكل يعلم أننا في لبنان نواجه أوضاع أمنية غير مريحة، تمكننا في الداخل اللبناني من وضع حد نهائي لها بإجماع اللبنانيين على تأييد قواهم الأمنية من جيش وقوى أمنية، واستتب الأمن في كل أرجاء لبنان. قريبا جدا إن شاء الله ستبدأ فرنسا بالتحضير لتسليم ما نحتاج إليه، ما يحتاج إليه الجيش اللبناني من أسلحة لتعزيز موقعه وموقع لبنان واللبنانيين. تحت المطر انتظر هولاند انتهاء سلام كلمته قبل الوداع الحار واتجاه سلام إلى مقر إقامته في فندق جورج الخامس، حيث عقد مؤتمرا صحفيا غطى فيه جدول أعمال زيارته الفرنسية التي بدأت بملف رئاسة الجمهورية ولم تنتهي بالملف الأمني ووضع اللمسات الأخيرة على الهبة السعودية للجيش اللبناني. سمعنا كلام مباشر من رئيس هولاند، قال فيه أنه هني ما عندهم استعداد للتدخل بشؤوننا الداخلية ولا بمكان، ولكن هني وضعين نفسهم بتصرفنا إذا نحن شفنا أنه فيهم يساعدونا بمحل، ونحن متمسكين بنظامنا الديمقراطي ونعتبر أنه نظامنا الديمقراطي هو اللي فتح لنا المجال للاتفاق وللاختلاف. سلام التقى رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس ووزير الدفاع جان إيف لودريان، جدول مكثف لكثرة المطالب والاستحقاقات والعين على عاطفة الأم الحنون وقصر الإليزيه. يعلم الرئيس سلام أن لا قرار انتخاب رئيس الجمهورية ولا أي قرار في شأن النازحين السوريين سيتخذ بين ساحة النجمة وساحة رياض الصلح، فأتى إلى قصر الإليزيه حيث القرار الجدي. جاد غصن، قناة الجديد. عصير مدعم بنصف دزينة صراصير يقدم إلى المستهلك، الشركة المصنعة تحاول لفلفة الفضيحة، ووزير الصحة يؤكد متابعته الموضوع. تحقيق خاص للزميلة دارين دعبوس. ستة صراصير من الحجم الصغير تسبح بهدوء واطمئنان داخل زجاجة عصير من نوع أكسترا بطعم الجوافة. زجاجة العصير هذه كانت من نصيب المواطن علي الجوهري الذي ابتاعها من أحد المتاجر في منطقة حي السلم، ظنا منه أنه سيشرب عصير الجوافة المدعم بفيتامين جيم كما هو مدون على الزجاجة. ويبدو أن شركة إنتر براند ميملام المصنعة في منطقة دبي في لبنان نسيت أن تضيف مادة البروتيين إلى سائر المكونات التي دونتها على الملصق، وقد حاولت الشركة عبر مندوبها الذي التقاه علي أخذ الزجاجة ولفلفت الموضوع بعدد من صناديق العصير. فأنا وعم خضها حسيت كأنه في شيء أسود بقلبها، لما عملت القنينة هيك رجعت عملت لها هيك جات ركتة دي قليتهم فاشل صاروا شي ثلاثة، طلع بقلبها فيها صراصير، لنيني بعدها لا أنا مفتوحة ولا شيء، حياة العالم مولى ببين إيدي هون، صرصور صراصير بقلب العصير مش معقولة يا حني، خدت رقم الشركة، اتصل حكي معي الموزع، قلت له بدي أوصل للشركة كيف؟ أعطاني رقم مندوب، قلت له معي قنينة اشتريت قنينة وكنت عم خضها يعني مش متوقع هيك شيء، فجأة هيك المحت شيء أسود وطلع بقلبها شيء مثل الصراصير يعني. قلت له انا حفرجيك اياها اوكي، بس اذا بدك تفرجيها للمختبر يعني انت مندوب للشركه بدك تصف لصالح رح تقول مفتوحه للنينه. علي انت ملفتك شكلها للنينه، حتى الغلاف كثير بايخ لونه واضح انها قديمه. قال لي بس مبين انه مثل قديم. قلت له اوكي انا حجي معك قديم النينه بتعمل صراصير، اذا معك حق اذا بتعمل صراصير عمي خلص. هلا شو اتفقت اخر شيء انت والمندوب؟ شو صار؟ قال لي يا اخي بدي اتواصل انا والشركه وبيكرموك. قلت له يا خيي بكرموك. شو يعني بيكرموك؟ انه يعني بيعطوك كم صندوق 15 صناديق، لانه لانه صارت معنا قبل مره واحد طلع له حبه سكر ومره واحد طلع له جانح صرصور، جانح مو صرصور. قلت له اوكي. قال لي وقت اعطوه 15 صناديق وانتهت المهمه. علي اتصل بمندوب شركه عصير اكسترا على مسمع منا. بدي اسالك شو صار معك بخصوص الشركه؟ انه ما بعرف. ما صار شيء، ما عادي عملت لك بدون لنينه شوفوها. بدون ياخذوها على مصحة طبي مو هيك؟ ياخذوها عضو بالشركة بيحطوها. يعني ما بتمشي غير هيك يعني انه بدون ياخذوها؟ والله والله علي والله انا موظف الشركة يعني انا اذا عطوك محل صندوق بتعطوه 100 صندوق انا شو زي انت يا استاذ. يا استاذ بسام ما شفتها بس. لا
وما قلت لي مضغوطه لانينه. يا اخي شفته وقلت لهم براوي على والله والله شفته وقلت لهم اللي شفته. طيب فضيحة زجاجة العصير هذه تضاف إلى سلسلة الفساد الغذائي الذي كشف وزير الصحة وائل أبو فعور النقاب عنه. وقد وعد أبو فعور رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو الذي حملنا إليه زجاجة العصير بمتابعة الموضوع حتى خواتيمه. يعني من الواضح أنه عملية التصنيع فيها خلل كبير أدت إلى دخول هذه الحشرات، معناتها أنه الرقابة على كل الحشرات وعلاج مشكلة الحشرات بالمصنع فيها مشكلة كبيرة، وبالتالي يجب الآن فوراً أنه وزارة الصناعة كما وزارة الصحة كونها هي عم تقود الحملة الآن بالنسبة لسلامة الغذاء التوجه إلى هذا المعمل والتحقيق بالموضوع، أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها اقفل. نحن كجمعية اليوم رح نطلب من وزارة الصحة ومن وزارة الصناعة تحرك نحو هذا المصنع وانه الذهاب للكشف عليه داخليا، لانه موضوع صار صحة عامة. موضوع العصير المدعم بنصف دزينة صراصير بات اليوم في عهدة وزير الصحة الذي أكد أمام اللبنانيين مرارا محاصرة الفساد الغذائي أينما وجد بعيدا من الكيديات السياسية والطائفية. دارين دعبوس، قناة الجديد. وردا على ما ورد في التقرير، أوضح المدير العام لشركة إكسترا الوزير السابق ألان تابوريان أن مندوبا من وزارة الصحة كشف اليوم على المعمل وتبين التزام المصنع بالمعايير والقوانين المرعية الإجراء. مثل ما قدرتوا تشوفوا ما في مجال أنه يكون في أي حشرات تقدر تفوت بالقنينة، القنينة عم ينقلبوا عم يرشوا بمي من جوا وعم يتنظفوا، والمشاهدين حيقدروا يشوفوا انه المعمل كثير نظيف وكل شيء عم ينعمل حسب الاصول. مياه الصرف الصحي تروي المزروعات في جوني والدولة لا تتحرك، تقرير لزميلة ليا البوموسى. قصة اختلاط مياه الري ومياه الشرب بالصرف الصحي ما عادت غريبة على أذان اللبنانيين، فبعد النبع والقرعون وغيرهما لن نخيب ظن أهل منطقة جوني وصربة والذوق والكسليك. قناة ري تنبع من جعيتة وتصل إلى منطقة الوطا في جوني، وهي مخصصة في الأساس لري المزروعات لكنها اختلطت بمياه المجارير. ناطور القناة المسؤول عن تنظيفها يخبرنا عن المأساة. دايرين مية المجرير كلها تبع ذوق كيل عانية الراي، ولهالأسباب هذه المية بتشوفيها هون هاي مية المجرير، وبنفس الوقت كسروا الأنية هون وحطوا مد وأساطير بلاستيك 8 إنش ما بتسع كمية المية ولا بتكفي بأنية عرضها متر بمتر. يعني مين عمل هيدا الشيء؟ صاحب الأرض هو مرسال الدبس، كسر الأنية ومدوا الأساطير وما عم بيسمعوا لحدا، عاطينه مرسوم جمهوري من وزارة الموارد. قدمنا اعتراض عن وزارة الموارد والآن لا ما عدا جوابنا. بمرسوم أو بنصف مرسوم تمكن صاحب أرض في صربة أن يستبدل قناة مياه بقناة أخرى، كان قد كتب في المرسوم أن تكون القناة حديثة لكن هذا ما لم يحدث. قصة المرسوم معمول بوزارة الموارد، مضي الوزير معالي الوزير ومضي الدكتور فيديق ماير المدير العام ومضي حكمة شحرور المهندس وواحد تاني بدبو حيدر مهندس بدبو حيدر، وهذا محطوط عليه خاتم انه الرئيس الجمهوريه ميشيل سليمان مش ممضي ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام مش ممضي، واجوا كسروا هيدي تلقائيا بدون هذا وتحورت المي بدون هذا، مع انه التحوير لا ما بيزبط اذا ما كان نفس الشيء هذا لا يسع كميه الماء. اي متى صدر المرسوم؟ ب 19 ايار 2014. يعني وقتها تكسرت وصارت هالمشكله؟ لا هلا جمعه الماضي من 10 أيام وصارت المي تنزل على الطرقان. يعني قصة المجرير قد ايه لها وقت؟ قلنا ثلاث سنين المجرير محولة على الهدا وأكثر، بس هلا صارت بكثرة ما عم فينا بقى لا ننظف الأنية ولا نفوت بالأنية لأنه كلها عبارات ولا شيء. وبعيدا من الرائحة الكريهة وتلوث الهواء تبقى المأساة الكبرى في المجارير التي تروي المزروعات. هي بالأساس هيدي المي لازم تكون مية شو؟ مية راي للزراعة
وهلا بفرجيكم الهنجرات النايلو قدام وكلهم عم يصبوا مي تنجري. زراعه كلها عم كلها ملوثه، كلها ملوثه عم تشرب مي تنجري كل منطقه الوطن. قصدنا من يهتم بالزرع لنسأله عن المياه التي يستعملها في ري المزروعات، فرفض تصويره لكنه لم ينكر الموضوع. بس هي مشكلة مش مشكلتي أنا. لا لا ما تصورش بليز، ما تصورش. تصوروش يعني. مش عم تزرقني أزرق يعني. أنا مش عم أزرق، أنا عندي قاعدة جرجي. وقت أقبرني. حكيت بلدية جوني، حكيت بلدية الزوق، بس أنا ما فيش على البلدية، هن شغلهم صاروا يا أخي. ما عم تسعي طبعاً لهم بلا عم تنزل بالعناية، بلكش لا. في حضرة المجارير، هل يحافظ المسؤولون على المياه صالحة على الأقل للحفاظ على ماء الوجه؟ ليال بوموسى، قناة الجديد. نصحنا بأن لا يبقى في لبنان. الوزير الشاهد مروان حمادي أمام خيارين، ما هما؟ تحقيق لزميلة رشا الكرم. بعد 10 سنوات على محاولة اغتياله وبعد ساعات على بقائه داخل قاعة المحكمة الدولية للإدلاء بشهادته بخصوص اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقع وزير الاتصالات السابق مروان حميدي في فخ الاتصالات. من خطك أنت، من رقمك في 8/24/2004 إلى هذا الرقم، اعتقدت أن السيد حميدي قال أن بطاقة السم قد تدمرت في الانفجار. لا شك من أنني لم أكن في وضع يسمح لي باستخدام هاتف ولا إرسال رسائل نصية قصيرة. ممكن خرق هذه الاتصالات بطريقتين، الطريقة الأولى بالحصول على ما يسمى بسم كارد إضافي، يستطيع أي إنسان أن يرسل منه المكالمات الصوتية أو رسائل نصية وتبين وكأنها صدرت من هاتف الوزير حميدي. النقطة الثانية هو بعملية زرع خط يسمى virtual implementation، بتصير عن طريق استخدام برامج للهواتف الذكية وجلب كافة المعلومات الموجودة على خط الوزير حميدي، منها الرقم المتسلسل للهاتف ومنها أيضا الرقم المستعمل للوزير حميدي واستخدامه من قبل شخص آخر ليبان بأن الوزير حميدي هو الذي صدر مثل هذه المعلومات. العملية الثانية هي لا أخطر وأدق، هي تحتاج إلى أجهزة تجسس وتحتاج إلى خبراء وتقنيين للدخول والاستفادة من المعلومات. إسرائيل لديها أجهزة وتستطيع أن تدخل إلى الشبكة اللبنانية في أي وقت ما. بعد جنرال حقول طب حزب الله ممكن كمان يدخل على الشبكة، المخابرات السورية فيها تدخل، يعني أي جهة ممكن تتهم الجهة الأخرى. أنا لا أتصور أنه الواحد بيجيب الدب على كرمه، يعني اليوم الاتهامات كلها في دليل الاتصالات تشير إلى أنه حزب الله، وهل فهل يعقل أنه حزب الله هو الذي أدخل معلومات لاتهام نفسه بنفسه؟ وهذا حتما غير صحيح. أمام هذا الواقع وأمام كلام محامي الدفاع، فإنه من الواضح أن الرقم 03958000 بقي على اسم الوزير حميدي، وبالتالي ثمت سؤال آخر، من دفع فاتورة الخط أو على الأقل اشتراكاته لشركة الـ MTC Touch في أشهر تشرين الأول عام 2004 وتشرين الثاني وكانون الأول ونصف كانون الثاني عام 2005؟ وإذا كان الوزير قد ذكر أنه فقد خطه في الانفجار، فيبدو أنه لم يبلغ الشركة بتوقيف خطه، مع العلم أنه يمكنه استرداد خطه المميز بمجرد الاتصال بالشركة. هلأ وزير بطرس حارب هلأ إنه يشوف على الخط هذا من 1/10/2004 إلى 18 كانون تاني بخدمة منكر، خليه شفنا ب 8/20 الأول مع مين كان هذا الاتصال، خليه يعطينا أسماء المتصلين بهذا الخط خلال الفترة هاي كليتها، خليه يقلنا مين كان يسدد هذه الفواتير
خلال هذه الفترة. إن اعتراف حميدي بعدم استخدام خطه يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما. إذا جرى التلاعب بداتا اتصالات هاتف حميدي، فهذا يعني أنه قد يكون قد جرى التلاعب بداتا اتصالات المتهمين الخمسة المنتمين إلى حزب الله، التي على أساسها صدر القرار الاتهامي. وإذا لم يجري التلاعب بالداتا، فهذا يعني بصريح العبارة أن الوزير حميدي تواصل مع المتهم مصطفى بدر الدين، وبذلك يكون الوزير الشاهد أمام خيارين، أولهما مر والثاني أمر. رشا الكرم، قناة الجديد. الفراغ يهدد مركزي قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، تقرير رامز القاضي. منذ أن خلا كرسي عبد الأول تعيش الجمهورية اللبنانية في ظل فراغ حاصل في بعض المراكز ومنتظر في بعضها الآخر، ولكن هذا الفراغ بات يهدد في السنة المقبلة بالوصول إلى مركزي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. قائد الجيش أكيد قبله رئيس الأركان بتكون خلصت المدة تبعه قبله بشيء بسيط، ومن بعده قائد الجيش. واضح أنه بس يفرغ موقع قائد الجيش اللي صار قديم بيفرغ موقع قائد الجيش تخلص بأيلول. بالقانون بيقول رئيس الأركان بيجي محله، وإذا ما كان رئيس الأركان يلي بيفضى قبل بيجي عضو من مجلس الدفاع اللي خيره بيخلص على ما يبدو بشهر 2 أو شهر 3، وبالتالي بيكون في استحالة تعبي. لكن موضوع قائد الجيش برأيي أهون، واضح أنه ما فينا ننتخب قائد جيش جديد، وواضح أنه رئيس الأركان يلي تمدد له راح يتمدد له مرة تانية كما مدد لمدير المخابرات وكما مدد له بقرار لوزير الدفاع، وقائد الجيش سيمدد له مثل ما هو مبين بقرار من وزير الدفاع. فإذا هذه مشكلة لأنه رأيه لها فتوى من ضمن قانون مجلس من ضمن قانون وزارة الدفاع. التمديد لقائد الجيش قد يكون أسهل مما هو حاصل في قوى الأمن الداخلي، حيث يحال اللواء إبراهيم بصبوص على التقاعد في آذار المقبل، ووزير الداخلية لا يستطيع أخذ القرار منفردا، والبديل المحتمل في حال الشغور ضابط محسوب على حزب الله، وبالتالي لا يمكن لتيار المستقبل أن يقبل بهذا الأمر. إنه بيخلفوا للواء بصبوص شخص ضابط شيعي بصنفوه تيار المستقبل انه قريب من حزب الله، وبالتالي وهيدي مصادرهم غير قابلين ولا باي شكل من الاشكال انه نقبل انه يكون هو يستلم بالوكاله مدير عام قوى الامن الداخلي. فاذا انت وطالما التعيين صعب انت قدام بدك تمدد له، بس ما طالما التمديد كمان نفس الشيء له بده قرار مجلس وزراء، يعني نحن قدام مشكل قدام نزاع لحد هلا. كيف ممكن ينحل؟ انا برايي اولى ثمار الحوار يلي بيبدا بين تيار المستقبل وحزب الله، وان الاثنين بيعرفوا هذا الشيء، وبرجع بقول لك عم ينبحث بشكل كتير ناعم وخفيف هذا الموضوع، بعتقد رح يكون هذا اختبار له بهذا الموضوع بقصه مدير عام قوى الامن الداخلي. اذا اخذوا هن يعني اذا اخذوا بالحوار بين حزب الله والمستقبل، هذه مساله القوى الامن الداخلي شو بيعطوا بالمقابل؟ هذا السؤال. في كتير اشياء مطروحه بعتقد لحد هلا يعني ما في لك ما تبين، انا او انا ما عندي معلومات شو عنده النية لحتى، لأنه بالآخر في أخذ وعطى، لكن الأرجح ما في شك تعيينات على مستوى قوى الأمن الداخلي، تعيينات قد يطلبها الفريق الشيعي في هذا الإطار. قد يكون من السابق لأوانه بأشهر الحديث عن الفراغ في هذه المناصب، ولكن كما تسير الأمور ومن دون تبدل رئيسي في المعطيات الرئاسية، فأن هذا الموضوع يبدو أنه سيكون مدار مفاوضات بين المستقبل وحزب الله، وهناك رأي مؤثر للنائب ميشيل عون. بوغدانوف مجددا في لبنان للمرة الثانية خلال أسبوع. هيئة التنسيق تلوح بالخطوات التصعيدية بعد الأعياد، وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنا الزلزلي. من دمشق عاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى بيروت، حيث التقى كلا من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وطلع في مقر السفارة الروسية من الأمين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل على مبادرة موسكو السياسية لمقاربة الأزمة في سوريا، ونصح في تصريحاته اللبنانيين باستئناف الحوار الداخلي لحل مشاكلهم. نحن قلقين بتطورات في المنطقة ككل، وبحثنا موضوع انتخاب الرئيس الجمهورية في لبنان وتطورات في المنطقة في سوريا،
فكان تبادل بالآراء والنقاش عن كل هذه المواضيع لحد بالنسبة لي مفيد، وطبعا سنأخذ بالاعتبار يعني التحليل والتعليقات لدكتور سمير في اتصالاتنا القادمة مع الأطراف المعنية في لبنان وفي منطقة ككل. دعا الوزير السابق خليل الهراوي إلى التحرك العام وليس الفردي لوقف مشروع شركة فتوش لبناء مطحنة إسمنت من أحجار الكلينكر، مؤكدا أنه كارثة بيئية وصحية. سوف نعمل مع كافة القوى والقيادات الزحليين إلى إيقاف هذا المشروع بكل الوسائل، إن كانت عدلية أو شعبية أو سياسية، وأتمنى على كل الأطراف المعنية بهذا المشروع، نحكي بلدية، نحكي وزارة صناعة، نحكي وزارة بيئة، نحكي أصحاب المشروع، أن يتجاوبوا مع رغبة الزحالنة. ما صارت واضحة رغبة الزحالنة، أصبحت واضحة انزعاج الزحالنة، صار واضح خوف الزحالنة من هذا المشروع، أصبح واضح. قبضت استخبارات الجيش على السورية المدعوة ليلى عبد الكريم النجار من مواليد الرقة عام 79 في البقاع، وهي زوجة شقيق الإرهابي أبو علي الشيشاني، وقد جرى توقيفها لمعرفة ما علاقتها بشقيق زوجها ومكان تواجده، علما أن بعض المعلومات تحدثت أنها تركت بيت زوجها وأراد الالتحاق بأبو علي الشيشاني في القلمون. في مؤتمر صحفي أكدت هيئة التنسيق النقابية أنها ستعاود اتصالاتها مع الكتل النيابية للإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب. توجه للأهل وأصحاب المدارس لنعلمهم بأن هذا الحرص على العام الدراسي لم يقابل بإيجابية من قبل المسؤولين، مما قد يدفعنا مجددا إلى الشارع. أقيم قداس في الذكرى التاسعة لاستشهاد جبران تويني في كنيسة مارمتر في الأشرفية، ترأسه المطران الياس عودي في حضور عائلة الشهيد وأسرة النهار وحشد رسمي. هل تريدني أن أحدثك عن لبنان اليوم؟ ليتك تعفيني من مهمة ستسبب لك الحزن والأسى والغضب. رعى قائد الجيش ممثلا بنائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن علي حمود حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للواء الركن الشهيد فرانسوا الحاج في ساحة بعبدة. تلا الحفل قداس لراحة نفس الشهيد برئاسة رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر بحضور أسرة الشهيد وحشد من الضباط والشخصيات. أهلا بكم من جديد. استهدف انفجار عبوة ناسفة مبنى المركز الثقافي الفرنسي الذي يقع إلى الغرب من مدينة غزة، وأفادت وكالة فرانس بريس أن الانفجار وقع خلف المبنى مباشرة ما أدى إلى تضرر السور الخلفي له، وأفادت معلومات صحفية عن إصابة فلسطيني في الانفجار. يذكر أن المركز كان قد تعرض قبل نحو شهرين لانفجارين مماثلين. الفلسطينيون يثأرون لأبو عين والمحتل يكرر فعلته. من الضفة الغربية إلى غزة تظاهرات تنديدا باغتيال مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين بعد تعرضه للضرب على أيدي جنود إسرائيليين. الاحتلال كعادته واجه التظاهرات بتعزيز نفسه عسكريا وبقنابل مسيلة للدموع، في وقت تحدثت فيه معلومات عن صور في تسجيل فيديو تظهر أن قنبلة مسيلة للدموع انفجرت عند قدمي أبو عين الذي بدا بعدها وهو يتنفس بصعوبة كبيرة قبل أن يهوي أرضاً بعد بضع دقائق وهو يمسك بصدره، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الإسرائيليين من تكرار سيناريو القمع. وفي وقت وجه فيه رئيس مجلس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رسالة عبر أحد مستشاريه إلى عباس يشدد فيها على ضرورة التهدئة والتعقل، رد فلسطينيون على العنف الإسرائيلي بإلقاء أسيد على عدد من المستوطنين. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه لرجل عراقي يشتري الأيزيديات من داعش ويرجعهن إلى أهلهن سالمات، وتظهر في الفيديو إحدى الفتيات ولحظة لقائها والدها. أنا
أنا خبير. أنا دمار. أهلا بكم من جديد. أما الآن فنبقى مع النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفة. مساء الخير سمر. رؤساء مصر خلق من شبههم إذا مش 40 فعلى القليل واحد إلى حد تطابق، من عبد الناصر إلى السيسي مرورا بالسادات ومبارك ومرسي، مواطنين مصريين بيشبهون إلى حد كبير. للبعض كان هالشبه نعمة، للبعض الآخر نقمة. منتابع سوا. أن تكون شبيها بسياسي أمر يعتبره البعض نعمة، فيما هو على البعض الآخر نقمة. قدرهم أنهم من بين 40 اللي بيخلق الشبه منهم. وفي مصر تحديدا 5 رؤساء هناك شبيهون لهم إلى حد التطابق، والبداية مع شبيه عبد الناصر الذي ظهر للمرة الأولى حين زار ضريحه في ذكرى رحيله، فبات محط اهتمام الصحافة والمصورين الذين التفوا حوله نظرا إلى التشابه الكبير. المحامي حجاب عبد الله شبيه عبد الناصر يؤكد أنه لمس محبة الناس للزعيم الراحل من خلال تعاطي الناس معه في الشارع والتقاطهم الصور معه، إلا أن مضايقات مسته من أعداء عبد الناصر مثل جماعة الإخوان وبعض اليساريين الذين عذبوا في سجونه. وهذا هو شبيه الرئيس الراحل أنور السادات، المصور الصحافي محسن المنسي. واكتشف عدد من المخرجين في مصر هذا الشبه فطلبوه لأداء دور السادات في بعض الأفلام. وكان شبيه السادات حريصا على المشاركة في مناسبات مهمة كحفل تدشين قناة السويس الجديدة ومراحل انتخابات البرلمان والاستفتاء على الدستور، وسيطرت على المواطنين المجتمعين في هذه المناسبات الدهشة والذهول من تطابق الشبه، كما أعلن نيته الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفيما يفتخر شبيها عبد الناصر والسادات بالشبه الكبير، هل يكون شبيها مبارك ومرسي في مأزق بعد ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو؟ فمدحت أبو العز شبيه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك شارك في احتفالات ذكرى ثورة 25 من يناير، وفي أول ذكرى للثورة نزل ميدان التحرير مرتديا عباءة نسائية حتى لا يفتك به الثوار. وقال في تصريح صحفي لإحدى الفضائيات المصرية إنه يقوم ببطولة فيلم وثائقي عنوانه أروقة القصر ويجسد فيه دور الرئيس السابق. ووفق مقال نشره موقع العربية رصد فيه هؤلاء المواطنين الذين يشبهون رؤساءهم، جرى أيضا التأكيد أنه في ميدان العباسية يقف رمضان أحد الباعة الجوالين يبيع بضاعته ويبلغ من العمر 66 عاما، ويقول إنه اقترب من نسيان اسمه الحقيقي من كثرة ما يناديه الناس بسيادة الرئيس، وهو شبيه الرئيس السابق محمد مرسي. وأخيرا ظهر شبيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جانبية لمواطن مصري في أحد المقاهي ليكون شبيها لرئيس مصر الحالي. معمر القذافي خطط لاغتيال عادل إمام. أغنية مروان خوري من إليسا لريم أخت أصالة، راهب الفائزة ببرنامج The Voice بنسخته الإيطالية سلمت البابا ألبوم الأول، ونصف مليون دولار من فساتين ليدي ديانا بمزاد علني بلوس أنجلوس. تفاصيل الأخبار بالبانوراما الفنية. معمر القذافي خطط لاغتيال عادل إمام. تصريح صادم أطلقه خبير التجميل المصري محمد عشوب عبر قناة الحياة المصرية، حيث أكد أن الرئيس الليبي حينها معمر القذافي حاول اغتيال عادل إمام على خلفية مسرحية الزعيم، إذ شك أن عادل إمام يقلده في هذه المسرحية. وأشار خبير التجميل الذي كان يتولى وضع المكياج لفريق عمل المسرحية إلى أن القذافي كان غاضبا وطلب عرض المسرحية في ليبيا للتخلص من عادل إمام، لكن المخطط لم ينجح. القذافي كان عايز يقتل عادل إمام؟ بعد الزعيم عادل إمام عمل مسرحية الزعيم وابتدى يقلد فيها معمر القذافي بالجاكيت الأبيض والنياشين والبصة وطريقة الكلام. التاني كان بيزعل على طول. معمر القذافي كان يعني يغضب بسهولة زي الأطفال، فطبعا بلغوه وما شافش المسرحية، قالوا له ده بيقلدك، ده بيعمل، ده بيسوي، وبقى يبعت ليبيين يتفرجوا عليها ويروحوا يبلغوا الرسالة بشكل أو آخر. فقال لهم طيب خلوه يجي يعرض المسرحية في ليبيا. فكلموني قالوا لي يا محمد يا ريت تعمل اتصال، اللي كنت يعني على اتصال بيهم، قالوا لي يا ريت تخلي مسرحية الزعيم نجي نعرضها هنا. كان لي صديق ليبي مقرب قوي للمخابرات الليبية وللقيادة الليبية، فقال لي يا محمد انت قالوا لك تجيب عادل إمام؟ قلت لهم قالوا لي، قال لي اوعى. قلت له ليه؟ قال لي انت هتبقى يهوذا.
انت اللي هتجيبه تسلمه. قلت له سلمه فين؟ ليه؟ قال لي الراجل عايز ينتقم منه، خلي بالك. أطلقت ريم نصري شقيقة الفنانة أصالة أغنية تعباني منك من كلمات وألحان مروان خوري، وهي نفس الأغنية التي اختارتها وسجلتها إليسا لتضمها إلى ألبومها الأخير حالة حب، إلا أن الخلاف الذي وقع بين مروان وشركة روتانا حول كيفية التنازل عن الحقوق أدى إلى سحب الأغنية من الألبوم. فكانت من نصيب ريم نصري التي صرحت أن التعامل مع مروان خوري كان حلما، وكشفت أن من كان يمنعها من الغناء هي شقيقتها أصالة. وقد انتقد البعض ريم إصدارها الأغنية بعد مرور أيام على وفاة شقيقها أيهم، فيما أصالة أجلت إصدار ألبومها الجديد إلى العام المقبل بسبب حزنها. يا يمنى دمي فيها شعني أهدت الراهبة الإيطالية كريستينا كوتشا الفائزة في برنامج The Voice في إيطاليا نسخة من ألبومها الأول للبابا فرانسيس، وصافحت الراهبة التي اشتهرت كمغنية البابا وتبادلت معه بعض الكلمات بينما كان متبسماً على هامش إطلالته الأسبوعية في ميدان القديس بطرس في الفاتيكان، ليأتي هذا التأكيد مجدداً على أن الكنيسة لم تحرم غناء الراهبة طالما أنها تقدم رسالة فرح بأسلوب راق. بيعت 5 فساتين للأميرة ديانا في مزاد علني في لوس أنجلوس بحوالي $500,000، وتعود الفساتين إلى الثمانينيات والتسعينيات، وقد بلغ سعر أحد الفساتين $100,000 أمريكي ارتدته ديانا عام 87 خلال حفلة رسمية في لندن. والفساتين التي بيعت في بيفرلي هيلز يعود ريعها للأعمال الخيرية التي لطالما أولتها الأميرة الراحلة اهتماما كبيرا. هيدي كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا لليلة. أنا برجع بلتقي فيكم مساء التنين بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة وأخبار جديدة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. هكذا شهر بيير فاتوش المسدس في وجه فريق الجديد. لا قلت زيدان في سلام يلتقي أولاند السلاح الفرنسي قريبا في لبنان. قريبا جدا إن شاء الله ستبدأ فرنسا بالتحضير لتسليمنا ما نحتاج إليه، ما يحتاج إليه الجيش اللبناني من أسلحة. كان في الخاص أمام حمادي خياران. فهل يعقل أنه حزب الله هو الذي أدخل معلومات لاتهام نفسه بنفسه؟ وهذا حتما غير صحيح. وكان في النشرة المجارير تسقي مزروعات الكسليك وجوني. دايرين ماء المجارير كلها تبع ذوقهم كيل عانية الراي. انتفاضة أبو عين في الضفة. شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.